سالينا المعسكر تاعنا في تركيا وسالينا لا دوزيام ايتاب ديال لي بريباراسيون تاعنا اللي بديناها في اوائل نوفمبر، وحنا مستعدين دابا باش نمشيو لا فاز فينال اللي هي لا فاز ديال المنافسات ولا كومبيتيسيون اللي غتكون في مصر في الاسكندريه، وغنمشيو ان شاء الله هاد الليله هادي من تركيا. حتى الساعة هادي كل شيء داز على ما يرام، وجدنا الفريق الأحسن توجد ملي كنشوفوا الظروف اللي بدينا فيها، اللي بدينا فيها معطلين ولعبة كانوا ما مارسوش بزاف ديال الوقت، بحال هذا الشيء هذا نخليه للور، حنا نبقاو متفائلين ونشوفوا القدام وناخذوا هاد المباريات اللي عندنا ديال الإحصائيات بالطموحات تاعنا، وما ننساوش الأهداف تاعنا اللي هو نوجدوا الفريق ديالنا باش يكون قادر على المنافسة من دابا واحد 3 سنين ولا 4 سنين. إذا إلى الأمام، احنا كنتمناو نكون الدراري يكونوا كيفاش كانوا في هاد السيمانة الأخرانية بالطموحات تاعهم وبليفور تاعهم، ونتمنوا بالله يمثلوا راسهم، يمثلوا الفريق الوطني على احسن تمثيل.